ومن أكثر المشاهد المكررة والملفتة للانتباه في التظاهرات التي انطلقت من الأراضي الأمريكية وتمددت إلى مناطق أخرى حول العالم والهجوم على تماثيل شخصيات سياسية وتاريخية من كريستوفر كولومبوس في الولايات المتحدة إلى وينستون تشرشل في بريطانيا ويتهم المعتصمون هذه الشخصيات بأن لها ماض أسود في ممارسة العنصرية ضد السود والأقليات وأبناء الشعوب الأخرى. موجة التظاهرات الحاشدة في الولايات المتحدة والعالم الغربي المناهضة للعنصرية ضد السود ولظلم الأقليات التي ابتدأت على خلفية مقتل جورج فلويد الأعزل ذي الأصول الأفريقية على يد شرطي أبيض امتدت لتشمل إطاحة تماثيل لشخصيات سياسية وتاريخية مثيرة للجدل وذلك لما تعنيه وتمثله، فإسقاط هذه التماثيل تعني إزالة رموز التاريخ الاستعماري. شخصيات أمريكية وبريطانية ككريستوفر كولومبوس في الولايات المتحدة ووينستون تشرشل في المملكة المتحدة ارتبطت بملامح الاستعباد والاستعمار وتجارة الرقيق مما جعلها الأكثر استهدافاً من قبل المتظاهرين. ففي حين نجح المتظاهرون بتخريب وإزالة تمثال المستكشف كريستوفر كولومبوس، قامت السلطات البريطانية بوضع النصب التذكاري لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل في صندوق خشبي لحمايته من أيدي المحتجين. آخر مظاهر الإطاحات شهدتها مدينة ميلانو الإيطالية، حيث تم إتلاف تمثال الصحفي الإيطالي الشهير أندرو مونتانيلي الذي تعرض للتخريب بالطلاء على أيدي مجهولين، وذلك لزواجه من طفلة إثيوبية خلال الاستعمار الإيطالي بأفريقيا في ثلاثينيات القرن الماضي. من جهته أثنى عمدة ميلانو على إنجازات مونتانيلي التاريخية. مونتانيلي كان صحفيا عظيما، وقبل كل شيء كان صحفيا ناضل من أجل حرية الدولة، لقد كان صحفيا مستقلا، وربما لهذا السبب أطلق عليه الرصاص في ساقيه. مظاهر التطهير التاريخي ما زالت مستمرة، وفي حين يستمر العالم الغربي بتعقيم تاريخه من أصنام الاستعمار، يرى محللون أن العالم العربي ما زال يقدس أصنامه البشرية. وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من فلوريدا دكتور أشلي أنصارا المحلل السياسي وعضو التحالف الأمريكي في الشرق الأوسط. دكتور، يعني بدأ الأمر في مينيسوتا والآن نرى أيضا في جورجيا وتحديدا في أتلانتا موجة احتجاجات جديدة، هل الأمر إذن برأيك آخذ في التوسع والاحتجاجات سوف تنمو أكثر فأكثر في الولايات المتحدة؟ هو موقف صعب بلا شك، بس معظم الشعب الأمريكي حاسس إن كان في نوع من العنصرية تجاه الماينوريتيز أو الأقلية في الولايات المتحدة، ولذلك وجدنا كثير جدا من أعضاء الكونغرس والسنت وأيضا العمد بتوع المدن وكثير من الليدر بتاع المجتمعات الأمريكية مش في مظاهرات سلمية تماما. في أورلاندو أنا اشتركت في أحد هذه المظاهرات السلمية ولم يكن هناك عنف على الإطلاق. العنف ظهر في أماكن محددة، وهؤلاء الناس الذين قاموا بهذا بلا شك كانوا ما عندهمش أيديولوجية سياسية ولا هم بيلونج تو أي حزب سياسي على الإطلاق. هي عملية ثفت، سرقة وحرق ونهب من ناس غير متعلمين غير مثقفين، وبالتالي لخبطت العملية السلمية مع المتظاهرين. إنما الآن كان في حديث من نص ساعة فقط مع التشيف اوف بوليس في ديستريك اوف واشنطن دي سي، وفي بعض المشاكل هناك، في بعض الناس الأفريكان أمريكان خدوا حوالي 5 بلوكس في واشنطن دي سي وعملوا منها زي محافظة جديدة أو ولاية جديدة. طيب بلا شك يعني في حاجتين، واحد ان احنا لابد نقول ان كان في نوع من التعسف ضد الافريكان امريكانز وكثير من الماينوريتي، ادي واحد الاقليات والامريكيين من اصول افريقيه، ان احنا نشيل الاميونيتي من على البوليس ديبارتمنت. اذا واحد ضابط بوليس في امريكا تحور مش بس بالقتل او بالسلب او بالقصف او اي شيء، المطالبه برفع عن كل هذه برفع الحصان عن كل هذه الشخصيات. دكتور نعم المحكمه
بإصدار أوامر صارمة. دكتور الآن سياسيا هناك، دكتور إن كنت تسمعني، سياسيا هناك استطلاعات الرأي التي قالت إن حظوظ دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة تقلصت على حساب جو بايدن النائب أو المرشح على الحزب الديمقراطي. إلى أي مدى ترى بأن فعلا هكذا هي الحال، أم أن التاريخ علمنا العكس بالنظر إلى ما حصل في التنافس السابق بين ترامب وكلينتون؟ أنا صوت حضرتك ضعيف جدا، ولو أنا فهمت سؤالك، السؤال بيقول أن ترامب هيبقى عنده مشاكل في الانتخابات القادمة ضد جو بايدن؟ السؤال هل فعلا القضية هكذا أم أن التاريخ كما قلت لك قبل قليل علمنا عكس ذلك؟ فإن كنت تذكر كانت الاستطلاعات بين ترامب وكلينتون في الانتخابات الماضية تشير إلى تفوق كلينتون، وتفاجأنا بنتيجة الانتخابات التي حصلت. بمعنى هل يمكن أن تتكرر هذه المسألة رغم كل ما يحصل الآن في الولايات المتحدة؟ هو بلا شك الانتخابات الأمريكية في الرئاسية بالذات unpredictable، يعني لا أحد على الإطلاق ممكن يقول ان مين اللي هينجح الا بالذات بعد فرز الاصوات، للسبب بسيط جدا. نحن ندرك ان 40% من الحزب الجمهوري سوف يصوتوا لترامب، و40% من الحزب الديمقراطي سوف يصوتوا لجو بايدن، وبالتالي المعركه الانتخابيه هي على 20% من الفوترز الموجودين في الولايات المتحده. وهؤلاء الفوترز عباره عن اندبندنت فوترز، يعني النهارده الصبح مع بايدن وإن ذا أفترنون مع ترامب، إن بيغيروا رأيهم فريكوينتلي. أنا لا أستطيع الجواب على هذا السؤال، وأنا أعتقد أن ترامب عنده فرصة كبيرة جدا في النجاح في هذه الانتخابات. وصلت الفكرة. دكتور آشلي أنصار المحلل السياسي والعضو في التحالف الأمريكي في الشرق الأوسط، كنت معي عبر خدمة سكايب من فلوريدا، شكرا جزيلا لك.